ليست هذه الطائرات والدبابات الإسرائيلية هي أداة القتل الوحيدة لأطفال غزة، بل معها الأوبئة والأمراض المنتشرة كنتيجة حتمية للحرب والدمار وانتشار الجثث في الشوارع. الأمهات الفلسطينيات حائرات يبحثن عن جرعة طعم للأطفال وحديثي الولادة من دون فائدة، والشلل بدأ يهدد جيلاً كاملاً لمن تبقى في القطاع. تطعيمات لشلل الأطفال يعني على البدري، يلحقوا الأطفال على البدري قبل ما يزداد أصلاً وضعهم سوء أصلاً. تطعيم الشهر انحرم منه، نقص في كل حاجة في العلاج والغذاء. المستشفيات التي لا تزال صامدة تحاول توفير العلاج بما تيسر، إلا أن الحاجة للقاحات المخصصة للأطفال باتت ملحة جدا. نحن عايشين في بيئة ملوثة، صرنا فيش أكل صحة، بعدين فيش أدوية، فيش مواد تنظيف. تعبنا من الحياة هذه، يعني أقل ما فيها بدنا علاجات للأطفال، وتحموا لنا أولادنا حاليا من شلل الأطفال هذا اللي انتشر الحين الفيروس هذا في جميع قطاع غزة. 6 عينات من أصل 7 للمياه تبين فيها فيروس شلل الأطفال. المرض خطير جدا، وإذا ما استمر جيش الاحتلال بإغلاق المعابر ومنع وصول التطعيمات سيؤدي إلى كارثة صحية. الآن بحاجة لتطعيم دون سن 10 من الأطفال 1,300,000 وحدة، وأعداد الأطفال دون سن 10 650,000 طفل. الأمم المتحدة اعتبرت أن غزة منطقة وباء خطرة وحذرت من كارثة حقيقية بين سكان القطاع يمكن أن تنتشر بسرعة وسهولة بين دول العالم، فيما أعلنت أن المنظمة مستعدة لإطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة في وقت ستوفر منظمة الصحة 1,600,000 جرعة من اللقاح تشمل 24,000 طفل، لكن التنفيذ يتطلب هدنة إنسانية لتطبيقها.